السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه اليوم ان شاء الله خوتي خواتاتي كما كتشوفوا معايا غادي نتقاسم معكم هذه هاد الحرشه هذه حريشات صغار في المقله كيجيو مرملين وكيجيو بنان بزاف خطيرين بمكونات بسيطه جدا ومقادير مضبوطه وناجحين مية في المية ان شاء الله توجدوا من وليداتكم هكا للفطور او الكوتي وإذا عجبكم الفيديو خوتي خواتاتي ما تنسوش أنكم تبارطاجيو مع الأهل والأحباب باش تكون فائدة وما تنسوش تشجعوني بلي لايك ديالكم جزاكم الله خيرا المهم خوتي خواتاتي ما غاديش نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وكنقول لكم فرجة ممتعة بسم الله على بركه الله كنحتاج ثلاثه ديال الكيسان ديال السميده ديال ديال البسبوسه باش كنديروا البغرير تكون نوعيه جيده تكون نوعيه صفراء ثلاثه ديال الكيسان غادي نغربلوهم والعبار بكاس العنبه عندي نص كاس ديال الماء دافي غادي نضيف ليه واحد الملعقه صغيره ديال الخميره المعجونه وغادي نخليه على جنب غادي نخليها حتى تذوب غادي نضيفو على السميده الملح حسب الذوق نحاولوا ما نكثروش بزاف باش ما تجيناش مالحه غادي ندير ساشي ديال الخماره ديال الحلوه من فئه 8 غرام واحد ملعقه صغيره مع عامره ديال السكر سنيده ملعقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ الزبده ديال الاكل وغادي ندير واحد ملعقة صغيره ديال العسل درت واحد ربع كاس ديال الزيت النباتيه وضفت واحد ملعقه صغيره ديال الحليب المجفف بالنسبه للحليب راه اختياري ماشي ضروري انكم ديروه ولكن الا درتوه الصراحه كتجي زوينه ولكن ما توفرش بلا ما ديروه راه كتجي نفس النتيجه غادي بس مزيان هاد السميده هادي ضروري نبسبسوها مزيان خدموها بيدينا نمعكوها مزيان وهنا كما شفتوا معايا راني ضفت النص كاس اللي ذوبت فيه الخميره وزدت كاس ديال الماء دافي يعني ثلاثه ديال الكؤوس ديال السميده خداو ليا كاس ونص ديال الماء يكون غير دافي يعني دافي غير واحد شويه ما يكون سخون غير دافي صافي كنجمع الخليط وما ندلكوش غير كنجمعو هكا بايديا بالاصابع ديال الايد ديالي ما ندلكوش هذا الخليط هذا صافي وغادي نغطيه ونخليه 10 دقائق حتى كتشرب ونرجع معكم من بعد ما دازت عشرة دقائق كما كتشوفوا معايا هذا هو القوام خاصة تكون بحال هكا هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه مهم ثلاثة ديال الكيسان دائما ديرو كاس ونص ديال الماء من بعد راني شكلتهم كل كل الحبة درت فيها خمسة وسبعين غرام خمسة وسبعين غرام كيجيو زوينين مكيجيوش غلاط بزاف كيجيو زوينين خمسة وسبعين غرام وهنا كما كتشوفوا معايا عندي السميده اللي بقات لي من هذيك 500 غرام انا كنت قديت 500 غرام خديت منها ثلاثه ديال الكيسان وشاط ليا هذاك شويه هو باش غادي نقرص ومازال راه شاط ليا يعني ما درتهاش كلها صافي عندي هاد لو كل هذا الصغير هاد لو سيركل هذا فيه فيه الحجم الكبير واختي انا الصغير انا الصغير كيعجبني هذ هذا زوين صافي كنفندها في السميده كنديرها في لو سيركل هكا حتى كتاخذ ليا هذا الشكل هذا لو سيركل صراحه كي هاد الطابع زوين كي كيجيبها مقاده كتجي كي حجم واحد ومقاده ومن الاحسن دائما عبروها باش كيجيو كلهم الحبات قد قد صافي في نفس الوقت المقله عندي راه هكا تسخن كيجيو بهاد الشكل هذا نحاولوا نقادوهم بيدينا راه كيجيو مقادين هاد لو باش كيعجبني انا كما قلت لكم كيجيبهم مقادين دي ولا ديروا فيهم 75 غرام غرام كتجي زوينه صافي وكنحطهم النار كتكون متوسطه وملي كنحطها هكا ضروري نبسطوها غير واحد شويه غير واحد شويه هكا نوهبوا عليها شويه بيدينا باش ما تجيش غليظه هكا كيجيو زوينين صافي وما نقلبوها حتى كتشد فراسها حتى تشد فراسها عاد نقلبوها ونحاولوا النار تكون متوسطه باش يطيبوا لينا حتى من الداخل ماشي غير يتلهبوا من من هاد الجهه وهذه الجهه والداخل يبقاو معجنين لا غير راه يعني نديرو معاهم الخاطر حتى كي حتى كيطيبوا وهذاك العسل الدور ديالو كيما شفتوا معايا راه كيعطي واحد اللون خطير كيما شفتوا اللون موحد كيجي كي كيحمق اللون كيجي كي بالزاف زوين بزاف صافي هذه صغيره هذه وقعت لي ودرتها حتى هي كما كتشوفوا فوق كنبقى هكا كنقلب من هاد أو ومن هاد الجهه غير هي كما قلت لكم كناكد على انكم ما تقلبوهم حتى تشد ما تقلبوا الحريشه حتى تشد فراسها عاد قلبوها حتى تقيسوها تجيكم بانها صافي راه نشفت عاد باش قلبوها يعني باش تحكموا فيها الا قلبتوها هكا باقا باقا يعني ما نشفاتش غادي تخسر لكم يخسر لكم الشكل ديالها حتى تنشف وتبان لكم راه قصاحت يعني شدت فراسها عاد نقلبوها وتبان لينا راه تحمرات من التحت صافي وكنكمل بنفس الطريقه حتى كنكملهم كاملين النار كما قلت لكم ما تجهدوهاش بزاف النار تكون متوسطه باش يطيبوا على خاطرهم يطيبوا لينا حتى من الداخل ما مي... يتلهبوش غير من من برا و... ومن الداخل يبقاو معجنين صافي واللي طابت كنحيدها. حتى كنكملهم كاملين وهذا هو الشكل ديالهم هكا كنقدموهم للفطور ولا للكوتي كما قلت لكم الكسكروت هكا مع شي بريلي ديال اتاي ولا مع القهوه مع الفرماج وشويه ديال العسل ولا الجبن راه كيجيو من الد واروع ما يكونوا ناجحين احسن من ديال الزنقه بمئات مره كيجيو خطيرين كيجيو مرملين وكيجيو بنان بزاف وكنقول لكم خوتي خواتاتي بالصحه والراحه و عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب وكنقول لكم مع فيديو جديد باذن الله مع السلامه